طبعا الأعمال الفنية أو الأعمال الدرامية بصفة عامة هي بتساهم بشكل إيجابي وفعال في تنمية الوعي الديني لدى كل شرائح المجتمع، نعم. في سواء كانت مثقفة أو غير مثقفة، لأن العمل الفني ما هو إلا صورة مجسدة لأحداث واقعية وتاريخية حقيقية الواحد بيشوفها رأي العين. نعم. بدليل ان الافلام الدينيه اللي قدمت في السينما المصريه وكذلك الاعمال الدراميه اللي قدمها التلفزيون المصري، هذه الاعمال والافلام لا تزال عالقه في اذهان وعقول وقلوب المشاهدين جيل ورا جيل، بيلتقوا منه العلم. الى جانب ان هذه الاعمال كانت بتتم تحت مراجعه كامله من كبار علمائنا في الأزهر الشريف، نعم. ويعني فهذه الأعمال موثقة ومحققة تاريخيا، وكمان العمل الدرامي ليه ميزة جميلة جدا اللي هي بتعلق المشاهد وبتلفت، بترسخ الصورة الذهنية الصحيحة في ذهن المشاهد، بتخليه يبحث كمان، يعني لو في حاجة مثلا غامضة عليه فبتخليه يبحث يقرأ يحاول فعلا، وده هدف ويستكشف، هدف مهم جدا. نعم. من اهداف الدراما والفن بصفه عامه. نعم. وطبعا احنا عارفين طبعا في قائمه كبيره جدا من الاعمال الدراميه المصريه تذكرنا كده ببعضها. طبعا من اهم هذه الاعمال المسلسل على هامش السيره. نعم. سنه 1978، وهذا المسلسل لعميد الادب العربي دكتور طه حسين. نعم. ويظل هذا العمل من ان الى اخر بيعرض، مع ان كانت الامكانيات وقتها محدوده. نعم. وفي تطور حصل وما فيش. نعم. تقنيه زي ما كان زي دلوقتي. نعم. لكن الاعمال تشوف حضرتك تتفرج على العمل منتهى القوه في 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 الاداء التمثيلي، في اللغه، في نطق اللغه العربيه السليم. نعم. في سرد الاحداث، مباراه بين الممثلين والممثلات لتقديم عمل فني جيد ولا زال عايش، الى جانب خماسيه مسلسل محمد رسول الله. نعم. والغنوة الجميلة اللي قدمتها الفنانة ياسمين الخيام وكلمات وألحان دكتور جمال سلامة. نعم. محمد يا رسول الله، هذه الأغنية لا تزال بتردد. صحيح. حتى الآن المسلسل إنتاج 1980، يعني. نعم. داخل في حوالي 45 سنة ولا زال هذا المسلسل بأجزاء الخمسة اللي كان بيسرد أحداث أو سير الأنبياء من أول سيدنا إبراهيم حتى الجزء الخامس عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. وطبعا كانت هذه الأعمال ولا تزال زي ما قلت أعمال بتذاع، وجيل ورا جيل بيشوفها وبيقول إيه الأعمال الجميلة دي وما بيملش منها. ومهم كمان ان هي بتبقى بتستكمل الدراسات اللي احنا كنا تحدثنا عنها، انه اللي ما بيقدرش يبحث هو بالتالي بيشوف عن طريق الاعمال الدرامية والفنية نفس الاحداث وبشكل مصور.